يوم 31 يوليو هيتم تخفيض الفايدة الأمريكية بمعدل 25 نقطة أساس. هل ده كله هيكون ليه تأثير على الدولار الأمريكي مقابل كل العملات ولا لأ؟ لكن قبل ما نروح ونشوف حركة العملات معانا، أنا شخصيا بدعوكم وبتشرف جدا بحضور حضراتكم يوم السبت ويوم الحد لدورة مجانية هنتكلم فيها عن آليات حركة السوق من الناحية الفنية. الدورة هتكون متقسمة جزئين، جزء يوم السبت وهيقدمه المحلل الفني أحمد أسامة، وجزء يوم الحد أنا هنقدمه هنتكلم عن القياسات الهندسية وهنتكلم عن مناطق العرض والطلب، وإن شاء الله تكون دورة هتفيدكم جدا. تعال بينا نشوف فيديو تحليل سوق العملات النهاردة. أنا أسامة زرعي من أكاديمية بي برو تريدر، يلا بينا. هذا البرنامج برعاية نور كابيتال. أول فرصة تكونت معانا خلال الأسبوع ده هي فرصة الكندي فرانك. لما نيجي نروح نشوف الكندي فرانك على فريم الاربع ساعات هنلاقي ان انا عندي نموذج من نماذج الهارمونيك هو نموذج الخفاش بتكون هنا عند منطقة العرض القوية جدا اللي كانت ردته الاسبوع اللي فات واللي حاليا راح عندها وبرضو ارتد مرة تانية. لما نيجي نشوف التحليل الكلاسيكي هنلاقي ان الكندي فرانك ماشي جوه قناة سعرية، كمان من الممكن ان احنا هنطلع نموذج AB equal CD من المكان واللي هي ردته من بدري. انا شخصيا شايف ان الكندي فرانك هيكمل الهبوط بتاعه، معنا اول مستهدف لنا هيكون 75-200 وتاني مستهدف لنا ان شاء الله هيكون 74-839. تعالى كمان نروح نشوف النيوزيلندي ين. النيوزيلندي ين على برضو فريم الاربع ساعات هنلاقي عندي نموذج القرش، كمان هتلاقي معانا نموذج ال 1-2-3 درايف. القمة التالتة خلاص اتحققت، انا شخصيا بشوف ان احنا نقدر نبيع الزوج من المنطقة دي، هيكون اول هدف لينا 72-390، تاني هدف لينا هيكون 71-967. فرصة الاسترالي دولار. الاسترالي دولار حقيقة كنا دخلناها من بدري، لكن من الممكن ان احنا دلوقتي ندخل هنستهدف منها 0.69-246، نموذج قرش قوي جدا هيرد الزوج ان شاء الله. تعالى كمان معانا نروح نشوف فرصة اليورو استرالي. اليورو استرالي مكون نموذجين من نماذج الهارمونيك. النقطة دي هي نقطة اكتمال نموذج الفراشة، وكمان هنلاقي معانا نموذج AB equal CD، هما الاثنين بيتقابلوا في نفس النقطة والزوج ارتد منها الحمد لله. شخصيا هنشوف اول مستهدف لينا هيكون 1.61625. تعالى كمان نروح نشوف معانا زوج الدولار فرانك. الدولار فرانك مكون هنا نموذج من نماذج الهارمونيك، كمان بيمشي جوه قناة كلاسيكية، متوافق اكتمال النموذج مع منطقة عرض قوية جدا. انا شخصيا بشوف ان احنا نقدر نبيع الدولار فرانك من المنطقة، هيكون اول مستهدف معانا هو 0.98540، في حالة كسره احتمالية كبيرة جدا نشوف 0.98262. وبكده نكون خلصنا الفرص اللي موجودة معانا خلال الاسبوع ده. ياريت حضرتك ما تنساش ان الدورة المصغرة ان شاء الله يوم السبت والحد، هنسيب لك لينك التسجيل تحت في الديسكريبشن، وياريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ولو عندك اي عملة محتاج ان انت تحللها ياريت تكتبها تحت في الكومنت واحنا هنرد عليك. السلام عليكم.